بسم الله. السلام عليكم خاوتنا. اليوم راه معنا عائلات وخاوت المجموعة اللي تم اعتقالها واللي تم توقيفها يوم السبت بتهمة الاعتداء على المتظاهرين، واللي راجت أنه هذا الناس خلصوا فلوس وخلصوا سوارد وما شابه. ست أشخاص المشتبه فيهم اللي راهم اليوم قاعدين في ترولار، تم توقيفهم في كاريتوس، أبي جي كاريتوس، هما رحماني أيوب 24 سنة، شكري الياس 32 سنة، زعموم عادل 22 سنة، مساوي سيدالي 21 سنة، غيلام عبد الرحمن 20 سنة، شنون وليد 27 سنة، وكاين زوج مازال ما سلموش رواحتهم، هما مهني سامي وعبد النور زهام. شكون أفراد العائلة؟ رحماني أيوب. أنا أخوي. رحماني أيوب خوك. خوك اعتدى على المتظاهرين. ما اعتداش المتظاهرين. واش دار خوك؟ خويا شاف ضرب ولاد حومة هكدايا مع عباد هكدايا، دخل هكدايا نورمال كيما دخلوا كاع كيما أي بنادم يشوف ولاد حومتو يتضارب من هنايا، هذا واش كاين؟ كان رافد كيتور؟ ما كانش رافد كيتور. واش كان يدير؟ كان مع ولاد حومتو هكدايا يجري منا يشوف واش كاين واش ما كانش. خلصوا دراهم؟ هما هذه اللي تقول بلي خلصوا دراهم. دراهم أنا خويا خرج هكدا كيما تورا كيما يخرجوا كاع الناس الله مارش منا، خرج ودار ضربوا منه، وكان تما كدامه كان هو تسلم روحه ماشي قال كيما يقولوا هما بلي الامن جداهم ومن ما داوهم ما والو، حنا رحنا سلمنا خاوتنا. انت سلم، انت رحت معك يسلم روحه؟ انا ويما وهو دينا سلم روحه. وين سلم روحه؟ سلم روحه فهم في الامن تاع كاريتوس. حوسوا عليه راح سلم روحه. اه جبدوا ورقه بلي اسماواتهم رحنا سلمناهم كاع صح. زيد شكون معنا تاني فاميلة انت؟ شكون خوك؟ شكون خوك فيهم؟ الياس. شكري الياس. شكري الياس تاني ما دار والو. شكري الياس راه ضحية مضروب في وجهه. مضروب في وجهه على جالو. كانوا يمشوا لو بنحكي كيف كانوا يمشوا، كان واحد وليد حومة صغير وهو كان يمشي نورمال داري سبعة مسيرة هو يخرج نورمال كيما كاع المتظاهرين، كنا نروحوا منا نورمال مع الشعب دو. كانوا يمشوا في اودون، خواتنا وليد حومه صغير كان يمشي ابو يجريسي ويدوا له التليفون تاعو. دار خويا لقاهم باش يجريسي وجاب دين عليه ليلا عطف. ماشي خاوتكم اللي كانوا حابين يجريسي؟ ماشي خاوتنا اللي كانوا حابين يجريسي. واش كان يديروا لي كيتور عنده؟ راني جاي خويا دوك نحكي لك كلش. انا كانوا يمشوا خويا راح للسيد هذاك باش تاع ما كاين والو يجبد وليد حومتنا ما يجريسي واش ما يبدولوش اسمو تليفون. شكون وليد حومتك اللي كانوا حابين يجريسي؟ سيدالي مساوي. اها او صغير في عمر 21 سنه صغير وليد حومه. راح يمشي خويا راح له منا باش يسلكهم عباد هذاك واحد فيهم ضرب خويا بقبزه والدوزيام حكموا هكذا. حكموا هكذا جبد عليه بلاما الوجع هاي في وجهه لهنا. ومن بعد خوك ما جبد له كيتور ولا والو؟ ما كان عنده كيتور ما كان عنده والو. كي شافوه ولاد حومه وتصاور اللي كاينين بالكيتور. راني جايك تصاور اللي كانوا بالكيتور راني جايك اليوم. كانوا يمشوا ولاد حومه كي شافوه ولاد حومه بلي خويا الدار هكا لقاو وجهه بالدم. دوك انتايا دوف تشوف وليد حومتك من هنايا بالدم من الضحيه تتخلع. راح يجري كي لقاهم بلي كيتور واش دار؟ نحى الواحد فيهم كيتور. تما الكيتور ولا تاع الاخرين؟ دور له كيتور نحاه له. انا نحكي لوجيك. دور له كيتور حكموه زادوا دخلوا ولاد حومه شدهم نحى لهم كيتور. وكان واحد عنده كرونداري ما نكذبوش. مولاد حومتك؟ كان مولاد حومتنا. كان واحد وكاش واحد يهبط المسيره بكرونداري؟ صح هي هاد الغلطان هما ما يديرهاش ما يهبطش بكرونداري. كاينه هضره تقول حنايا حنا دوك نقول لك حاجه. احنا كيما نقولوا احنا هبطنا الساحه رحنا ومنا ومشينا. انت كنت معاهم في المسيره؟ كنت معاهم مشينا في مسيرات. وخويا راح المسيره هذه السبعه تاعو ومشى نورمال دارين يروحوا كيما كاين الناس تقدرت عليهم صرا لهم هذا البروبليم. صح واحد فيهم كان رافد الموس والاخر الكيتور نحاه الواحد منهم من تماتيك. كي شافوا مع خويا هكذاك حكمتهم مع السخانه هذيك بداو يجروا مور اللي ضربوهم. صح في الفيديو والتصاور اللي كاينين يبانوا يجروا مور المتظاهرين. ماشي مور المتظاهرين. خاطش المتظاهرين كانوا غاشي. عكسات وفي وسطهم العباد هادو كيفاش هكا يتخباو في وسط الغاشي بداو يهربوا في وسط الغاشي. تسمى باين بلي السيد هو كاو يجري بالموس باين بلي الناس راح يهربوا. وخوك ماشي خالص؟ انا خويا ما هو خالص ما هو خائن تاع البلاد. ما راهم هادو ما فلان وفلان وفلان بلا ما نقولوهم.
هذا انا خويا نورمال، انا خويا ماشي خاين، بالك نقولوا عريان يا خويا، شوف في الفيديو وشوف في التصاور الا بان لكم خويا رافد الموس ولا بان لكم يجري مو متظاهرين ولا بان لكم دار عفسه يا خويا خلصوا، او عريان يبان عريان يا خويا، باش يبان خائن ما يبانش خائن يا خويا، بيسكو هو ملي بدات المتظاهرات من 22 وهو يتظاهر حتى لحد الان حتى لهذه الجمعه. انت راه غايد الدمعه طاحت له على بلادو يا خو، ماشي زعما نهضر كي انت راه غايداتك خوك يخرج خاين، تاع الصاحي تغيدني خويا يخرج خاين، شكون اللي حبها كاين عبد بلي خاين البلاد، ما على باليش كيفاش انا مبينين انا، حنا علاش خرجنا؟ خرجنا على جال خاينين البلاد يا خو، ما خرجناش على جال باش حنا زعما هكذا كانوا ملاح وخرجنا حبينا نحوهم يا خو، ما كاش من هذه انا خويا معليش، قول عليه عريان قول عليه ما يسواش قول عليه كذا بصح باش تقول عليه خاين لا لا، وانت تقبل انه يتحاسب بالقانون ويدي عقوبته وكلش القانون هذه يا خو يحكم انتو على وش دار يا خو، خلصوا على وش دار، ما تخلصوش على عفسه ماشي تاعو يا تاع الخيانه تاع ضيعتك هذه تاع الخيانه يا خويا، ما كاش من هذه قايتي يا خو، احكم عليه باللي عريان اخوه وعريان خلصوا، كاين العداله حنا في كاليتوس يا خويا، ما تربيناش هكذا، عندنا الحرمه عندنا كذا، تربينا كاع خاوه خاوه ما قريتو غلطوا، ما يشوفوش كاع الناس كاليتوس كاع كيف كيف، الناس كاع تشهد عليه، الناس كاع تشهد عليه وارواحو سقسوا في الحومه منا، والناس كاع تشهد عليه باللي هادوما العباد كاع ايتيك صح عباد ولاد فاميليا، انا ما نزكيلكش فيهم وما نقولكش ملائكه وما نقولكش حنا معصومين من وجه مي، بصح يا خو ما كاش اللي ما يغلطش، كمال لله يا خو، ارفد موس يا خويا، جرموا العباد موس يا خو، يحكم عليه على موس، احكم عليه واش دار واش فعل واش مالك دا غاضهم الحال كي انا مالي اسمع وليدهم خاين، باين انا بابا مريض القلب قريب طاح لي كي يسمع وليدو خاين البلا، انا بابا انا راني معاهم في الدار، بابا خلاني غير انا وبابا ويما بين زوج مرات، واش راح ندير انا هاد بابا واش راح نقول يا وليدك راجل وليدك خاطئ واسمو، بابا يقول لي بصح عليك يا وليدي واش راهم كاتبين عليهم واش راهم دايرين، انا باش خويا يكون خاين البلاد يا خو توسخ له وجهو يبان خاين البلاد، لا انا ما دابي يا خويا احكم له على واش دار يا خو، ما توسخلوش وانتو خاين البلاد، بيسك هذه الدنيا يخرج من يخرج من، يشوفوه الناس متشوه يشوفوه الناس خاين يا خويا، حنا اليوم جهنا ماشي وجه خوانا تاع البلاد يا خو، حنا اليوم رانا عباد ولاد فاميليا، ما كاش ما يغلطش، غلطوا يا خويا خلصهم، حنا ما راناش نقولوا القانون ما كاش يا خويا، كاين القانون كيما راك تفهم كيما راك انت تشد على القانون وراك تحامي على البلاد يا خو، شوف الحق يا خو واش داروا خلصهم، عفسه واحده اخرى خويا لا لا تمالي غايدتكم غايدتكم كلمة الخيانة هادين اخويا ماشي خاين يا شكون تاني اللي مازال عائلة المتهم الثالث خوك زعموم عادل خوك زعموم عادل بان في التصاور بكيتور ولا باش بان لا لا ما بانش بكيتور بان شايد صحابو لابس تريكو زرق ايوا في استازرق يسلك شايد من ومن هذا ما كانوش صغير فوالا وزيد صغير في العمر وخدامه على شر وعنده طابله مي كاينه هضره كبيره باللي خاوتكم وكذا كانوا يدوا في الدراهم خلصوا باش يهبطوا يضربوا الناس جوز منا خير كان كاين دراهم كنا مبانوا علينا هذيك وكان مبانوا علينا وبانوا عليهم يا هما ناس زواولة عندهم طوابل اللي خدموا برا تما انتم اللي غايدتكم اليوم غايدتكم انه يخرجوا خاوتكم خاوانا شوفوا لهم الصوره ديالهم وشوفوا الصوره تاع الحومه قايتك بلا ما يعرفوهم وبلا ما على بالهم واش صرا واش ما صراش حنا ما قلناش ما غلطوش هكذا نات تباقر ضربوا عليناش اللي كان رافد كيتور واللي كان رافد الموسى وقال لك كيما قال لك جاونا دوكا اللي كان رافد الموسى وكان رافد اسمه حسبوا خويا لا زلزاله واش دار هكذا كما قال لك قول عريان قول ما يسواش قول فيه قول كدا بصح ماشي تاع لي خاين وخلصوه كدا باش يدير النش في المسيره راك معايا شو انا واش عجبني كاع في حكايتكم يا وعلاش راني حنخدمها وعلى بالي بلي حندي عليها السب انه واش عجبني في حكايتكم يا راكم مستعفرين ايه خاوتنا عرايا يا بصح ماشي خاوانا يا هادي هي يا خو شغل بنادم ماشي معصومين اكثر من عريان يا عدلان انا نبريفيري يقول يا خو عريان وتاع برا وتاع كدا ما نبريفيريش يقول يا خاين البلاد يا خو تما غايدتكم بزاف كلمه هادي خاين ما كاش حسبوا نعرفوا حاجه حسبوا على واش دار وكاين الناس في لافاج راهم يهضروا بولاد كيتوس عرايا وفيهم لا لا حاشا حاشا ما تهضرش هاد الهضره لا 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 حنا كيتوس فيها رجال وفيها صلاح هذو الناس غلطوا يا خويا يتحاسبوا حكمتوا بالموس حكموا حسب الموس ماشي خاين ولا خلصوا السعيد ولا خلصوا فلان ولا خلصوا ولد فلان ولا لا لا حكمتوا بالموس حسبوا على الموس تاعو هذه هي كنتوا ضارب حسبوا على الموس كامل اقسم بالله غير يحكم واحد فيهم قولوا اروح وشنو افالا
والله ما يريفون دير حق ربي انا مين الحيره الشعبيه يا سامي تشوف فهمك انا نوريك كدا وكدا شوف واش كاين مشكل واش يقول خلينا منهم على باليش خلينا هذا حيت لا غاش ما يجي السعيد ويجي كدا يمدلو كدا يا زعما باش الشعبيه معك عمرك سبعه جمعات وهما يخرجوا على العباد اللي خانوا البلاد وسرقوا البلاد سبعه جمعات وهما يخرجوا جامي جابوا واحد يتحاسب منا كيفاش حنا خاوتنا خرجوا صرا هكذا بروبليم منا تجيبوهم في نهار تاتم وماشي هما جابوهم يكتبوا بلي هما جابوهم خاوتنا راحوا برجليهم شوف شوف باش برك ما نغلطوش دقيقه باش ما نغلطوش خاوتكم يستحلوا يخلصوا وانا عمري ما شوف يا اخي باش نهضروا كلمه الحق شوف باش نهضروا كلمه الحق انا عمري ما حبيت نخدم على واحد باش يروح للحبس بصح خاوتكم يستحلوا يخلصوا اللي دار فيهم دقيقه خلني نكمل الهضره صح انا ليا يستحلوا يخلصوا اللي رفد الموس وضرب خوه يستاهل يخلص